الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من إيش؟ إيش الثلاثة اللي قلناها؟ غلبة الدين، غلبة العدو، وشماتة الأعداء. كويس، أنت مركز معنا. رواه النسائي وحديث صحيح. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين، وفي لفظ آخر إيش؟ ضلع، ضلع الدين، شدة الدين، وطأة الدين، ثقل الدين، الدين ثقيل، وطأته شديدة. الدين إذا صار على الواحد يعني دخل في مصيدة فوقه جبل، يعني شايل على ظهره ثقل وماشي، وبالذات إذا صار لا قدرة له على وفائه، هم بالليل وذل بالنهار. قال له: إن أبي سمع صوتك فدخل أريكة أمي. وإذا ضربوا الباب عليه غاص في أعمق مكان في البيت. على إيش يترتب عليه من الكذب وإخلاف المواعيد؟ وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب. وأيضا ترى كان يعني يشغل عن الطاعات، يعني كان بعضهم ما يستطيع يصلي في المسجد، يعني بعضهم كان من الدين ما يصلي الجمعة ولا جماعة، لأنه إذا صلى مسكوه، مسكوه أصلا. هو يدور عليه، هو طالع في حقه أمر قبض، أمر قبض، طالع عليه أمر قبض، يدوروه. هذا مسكين كيف يعني ما يستطيع خروج من البيت، ولا يستطيع يروح يخالط الناس، ولا يطلع ولا يمين ولا يسار ولا حتى المسجد، مأمور القبض عليه. ولذلك ليس بعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بغريب أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضلع الدين، يستعيذ من المأثم والمغرم. المغرم هو هذا، المغرم هو ضلع الدين، كان يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام. ما استعاذ من الدين، ما قال، لاحظ معي، شوف البلاغة النبوية، ما قال اللهم نعوذ بك من الدين، لأن الإنسان لا يخلو أن يحتاج إلى دين، حتى لو كان غنياً أنه أحياناً يقترض، يكون ماله غائباً، يكون في هذا البنك مسكر، وآلة الصراف عطلانة، يروح يستلف، وهو غني، هو غني، أحياناً تجد واحد غني يقترض، يحتاج. وبعدين في ناس يقترضون على الراتب، وإذا جاء الراتب سدد، يعني من هنا ومن هنا أقساط يسدد. لكن المشكلة ما هو في الدين، المشكلة في ضلع الدين، في غلبة الدين. هذا الكلام. ولا النبي عليه الصلاة والسلام استدان، والصحابة استدانوا، لكن يستدين ويوفي. قال: وغلبة العدو، يعني قهر العدو، تسلط الأعداء. وجاء في رواية: وقهر الرجال، ظالم تسلط عليه، مشرك كافر تحكم فيه، زوج ظالم على زوجة. فالمرأة التي زوجها صالح تحمد الله على النعمة، إنه ما ابتلاها الله بقهر الرجال، ولا كان كل يوم يذيقها السم والدم كما يقولون، السم كل يوم. أعوذ بك من قهر الرجال. طيب من هو العدو؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من تسلط العدو.
قالوا من يفرح بمصيبتك ويحزن بمسرتك. إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن إيش تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا العدو، وغلبة العدو يعني الواحد يتغلب عليه، يعني مو تحكم فيه واحد عادي يعني محايد، تسلط عليك واحد محايد، تسلط حكم واحد محايد. ممكن طبعا يكون مدير، يعني مو ممكن يكون مدير يتسلط، يعني ممكن يكون زوج على المرأة. أنواع التسلطات والتحكمات في هذه الدنيا كثيرة، والمناصب متعددة، والطبقات والناس متفاوتة. لكن لو صار عدو هو المتسلط، واحد مستهدفك أصلاً، تصور نفسك بينك وبين واحد عداوة في العمل إلى أبعد درجة، وفجأة صار ترقية وصار هو مدير عليك، هذا يعني البلاء العظيم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما هي المناسبة بين غلبة الدين وغلبة العدو؟ كالعلاقة بين ضلع الدين وقهر الرجال في الحديث الآخر، هو نفس التعبير قريب. ضلع الدين، أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، كلاهما في تسلط، يعني الدين يغلب والرجال يقهرون. الدين يغلب والرجال يقهرون، سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله: ضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. جواب الكافي. وقال: ضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وغلبة الرجال. وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب، يعني هو اللي استلف، هو اللي اقترض، هو اللي مشى برجلي إلى المصيدة. وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. ولذلك لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، يدخل فيها أنه يستدين استدانات ما يستطيع وفاءها، ويقع تحت وطأة الدين. هو الذي بيده أو برجليه مشى إلى هذا المصير، هو الذي اختاره. طبعا قد يكون سبب حماقات وما في حكمة، ما في حسن تدبير. قد يكون الدائن عدوا فيصير عليه اجتمع عليه الأمران. إذا صار الدائن يهودي خلاص، وإذا صار يزيد عليه زيادة ربوية ولا ينظر في عسرة ويسجن ويطالب بالسجن. ثم استعاذ عليه الصلاة والسلام أخيرا من شماتة الأعداء. ما هي شماتة الأعداء؟ فرحهم ببليتك، يشمتون فيك إذا صارت لك مصيبة، شمتوا فرحوا استأنسوا. وهذا طبعا مؤثر جدا في النفس، مؤثر جدا في النفس. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. هو تجلد، أحيانا واحد يظهر التجلد، ما هو لأنه لا يريد أن يشمت به الآخرون، وهذا يؤثر في القلب ويؤثر. هذا يعني ألم في النفس شماتة الأعداء. حتى قال هارون لأخيه: فلا تشمت بي الأعداء، يعني أنا ما أتحمل، فلا تشمت بي الأعداء، لي أعداء. أنت يا موسى الآن إذا تأخذ بلحيتي وتهي أمام الناس، يعني إذا أهنتني أشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلا تشمت بي الأعداء. سبحان الله. هذا شوف ما في، يعني لاحظوا معي، النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الأشياء الموجعة، يعني فعلا. وجدير بنا أن نستعيذ ونحفظ الاستعاذات النبوية، لأنه يعني هذه الأشياء الموجعة الواحد يريد يتلافاها بأي طريقة.
فسبيل ذلك هذه الاستعاذات. نسأل الله أن يعيذنا من ضلع الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء والكفر والفقر وعذاب القبر. وصلى الله